للتعليق ينضم إلينا هاتفيا من واشنطن السيد باسم أبو سمية الكاتب والمحلل السياسي. تحية لك سيد باسم، أهلا وسهلا. تحياتي لك وللمشاهدين. سيد باسم، انتظرنا الرد الإسرائيلي على الضربات الإيرانية التي تمت منذ شهر تقريبا، وبرأي حضرتك ما تابعناه منذ ساعات قليلة بشأن حريق في مبنى وزارة الدفاع الإيرانية والآن حرائق مختلفة في الأراضي الإيرانية، هل هو بمثابة رد إسرائيلي أم أن الأمر مبكر للغاية أن نقول ذلك أو نصف ذلك بأنه رد إسرائيلي؟ حتى الآن لم يثبت فيما إذا كان رد إسرائيلي، ولكن التلفزيون الرسمي الإيراني قال أنه تم سماع ذوي انفجارات قوية في أنحاء إيران. نعم. وربما هذا يأتي في نطاق الرد الإسرائيلي الذي كانت إسرائيل دائما تهدد به، وقد أفاد موقع أكسيوس الأمريكي عن أنباء أولية حول انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران اليوم، فيما أشار الإعلام الإيراني إلى سماع دوي انفجارات متتالية في العاصمة، وكذلك وكالة رويترز ونقلا وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية قالت أنه سمع دوي انفجارات على الأقل 5 انفجارات في طهران. نعم، طبقا كما أشرت حضرتك إلى موقع أكسيس الذي صرح بأن هناك ضربات جوية على إيران، نتوقع أن يكون ذلك أيضا نوع من أنواع الردود؟ طبعا ربما يكون من الردود الأولية، يعني كما رشح من أنباء تم القصف حول وزارة الأمن الإيرانية وهي نعم. التي ربما هي الحرس الثوري، وكذلك نعم. مقهى بقريب من وزارة الدفاع الإيرانية، وكذلك أنه نقلا عن مصادر محلية أنه ما زال يعني تسمع صوي دوي الانفجارات في محيط مطار الإمام الخميني الدولي يعني، ولكن لم ترد حتى الآن تفاصيل مؤكدة عن سبب هذه الانفجارات، ولم تصدر حتى الجهات الرسمية لم تصدر أي توضيحات حول ذلك. نعم، طيب سيد باسم، كان هناك مشاورات عدة ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته مع البيت الأبيض والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن حول شكل وطبيعة الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية، والحقيقة أن الرئيس الأمريكي يعني نصح رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم التصعيد وأن يكون الرد عقلاني للغاية بعد مشاورات كثيرة ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والبيت الأبيض من ناحية ورئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته من ناحية أخرى، بعد كل هذه المشاورات برأي حضرتك ما هي السيناريوهات المتوقعة للرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية؟ يعني دائما كانت الحكومة الإسرائيلية لا تنصاع تماما لما يعني تشير به عليها الإدارة الأمريكية، ولكن هي كانت تحاول إقناع إدارة بايدن بأنها تريد أن توجه ردود تؤتي ثمارها، يعني بمعنى تمنع من الرد الإيراني على إسرائيل. عمليا حتى الآن لم تنصاع الحكومة الإسرائيلية لما قالته الإدارة الأمريكية، ولكنها أكدت عليها عدم قصف المنشآت النووية، وربما هذا ما تم يعني وافقت أو التزمت به حكومة نتنياهو. حتى الآن لم يتضح فيما قصفت تلك الأهداف التي حدثتها في البداية، أو ربما يكون القصف الذي حدث الليلة هو جولة أولية من الردود الإسرائيلية. نعم، برأي حضرتك هذه الهجمات التي نتابعها في الأراضي الإيرانية هي بداية فقط، سيتبعها سلسلة من الهجمات الإسرائيلية وبطبيعة الحال سيتبعها رد فعل إيراني، أم أن المسألة ستبقى فقط عند هذا الحيز وهذا الحجم من الضربات الإسرائيلية ردا على الهجمات الإيرانية السابقة؟ حتى الآن لم يتضح طبيعة الردود التي أو القصف ومتى وكيف وأين وقعت، ولكن هذا يعتمد على ما ستقوله
إيران من القصف، من مواقع القصف والخسائر التي تسببت فيها. فيما بعد ربما يكون هناك إما أن تكتفي إسرائيل أو تواصل الرد أو القصف على مواقع يعني عمليا منشآت استراتيجية وحيوية في داخل طهران، وربما أيضا في أصفهان حيث هناك مراكز أبحاث حول النفط وأشياء مهمة جدا في تلك في العاصمة وربما في أصفهان أيضا. نعم، الحقيقة أنه في الآونة الأخيرة أصبح البيت الأبيض مستاء للغاية من تصعيدات المختلفة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء في الأراضي الفلسطينية أو في الجنوب اللبناني، حتى أنه البيت الأبيض والرئيس جو بايدن تحديدا تحدث أكثر من مرة أنه لم يكن على علم ببعض هذه الضربات أو الاستهدافات. برأي حضرتك إذا كنا مع بداية ضربة إسرائيلية أو رد إسرائيلي في بدايته، هل يعترف البيت الأبيض بعلمه بهذه الضربات أم أنه أيضا لم يكن على علم ببداية هذه الضربات؟ يعني قبل قليل ذكرت مصادر أمريكية أنه علمت بما تم، ولكن لم تعلم بالتفاصيل التي نتجت عنها الضربات الإسرائيلية. حتى هذه اللحظة ما زال الغموض يحيط بما حصل في طهران والمواقع التي قصفت. ننتظر ان نرى يعني تفصيلات عما يحدث في ذلك الوقت. يمكن التكهن بما او معرفه ماذا تم من مواقع، كيف قصفت ومتى وما خسائر هذا او نتائج هذا القصف. نعم، يعني بالتأكيد اللحظات القادمة ستسفر عن مزيد من المعلومات بشأن هذه الضربات، ولكن على الأقل هي ضربات إسرائيلية باتجاه العمق او الداخل الإيراني. على الأغلب ربما طبعا تكون إسرائيلية، أكيد لن تكون من داخل إيران أو من قبل المعارضين للنظام. يعني واقع الحال أنه هاي جزء من الرد هذا أو الضربات الأولى التي وجهتها إسرائيل. يعني عندما نقول خمس ضربات أو خمس انفجارات، يعني هذا لا يعني أنه يعني اكتملت الضربات، ولكن يقال أيضا أنه هناك أيضا ربما مواقع أو على الأقل أربع مواقع مهمة في إيران ستكون أو كانت على قائمة أو بنك الأهداف التي قررت إسرائيل الضرب، ولكن عمليا في الساعات الأربع الماضية سمعت كما قلنا دوي انفجارات في مبنى وزارة الأمن الإيرانية وفي وزارة الدفاع وفي منشآت صغيرة حول تلك الموقعين. ولكن كيف تقرأ حضرتك سيد باسم هذا التطور النوعي في شكل المواجهات ما بين إسرائيل وإيران، لا سيما وأن إيران من خلال ضرباتها التي تمت منذ شهر تقريبا استطاعت أن تصيب القلب أو العمق الإسرائيلي في داخله بمجموعة من الصواريخ صنفتها أو قالت عنها أو وصفتها بأنها نجحت بنسبة 70 أو 80% تقريبا. وصول إيران إلى العمق الإسرائيلي من ناحية، وكذلك اليوم وصول إسرائيل بضرباتها تلك إلى العمق الإيراني، كيف تقرأ هذا الشكل الجديد من أشكال المواجهات؟ يعني دعيني أقول أنه طالما كانت إيران أو إسرائيل تهدد بقصف المفاعلات النووية وتفعل كل ما تريد من هجوم لمنع إيران من تطوير قدراتها النووية بالاتفاق مع الولايات المتحدة والمجتمع الغربي أيضا وليس وحدها، ولكن حتى هذه اللحظة المسألة تتعلق بقصف لن تكتفي به على ما أعتقد إسرائيل من المنشآت التي كانت تقول في البداية أنها ستوجه ضربات ستؤدي إلى شلل الاستراتيجي للمنشآت المهمة في إيران. هذه المسألة حتى يعني نتحقق منها يجب أن نعرف أين وجهت الضربات وكيف، ولكن مسألة الهجوم الإسرائيلي كان دائما على سلم الأولويات التي حددتها تل أبيب بالاتفاق مع الولايات الأمريكية مع الولايات المتحدة دون اطلاعها على تفاصيل الأهداف
التي ستقصف، ولكن يبدو كما قلنا هذه بداية الأهداف في وسط العاصمة الإيرانية طهران. نعم، في سابق الأيام كان هناك حديث من قبل المحللين عن أن الرد الإسرائيلي ربما يتأخر إلى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية والإتيان برئيس جديد أيا ما كان اسم هذا الرئيس، ولكن يطمح نتنياهو بصورة أو بأخرى أن يرجئ هذا الرد كي يكون مختلفا وربما مدويا بعد نجاح أحد المرشحين الرئاسيين الأمريكيين. إلى أي مدى حضرتك تتفق مع هذه المقولة أو هذا الرأي الذي كان يزعم بأن الرد الإسرائيلي سيتأخر حتى نهاية الانتخابات الأمريكية؟ يعني طالما كان في نقاش بين الإدارتين، إدارة جو بايدن والحكومة الإسرائيلية، حول يعني تاريخ هذه الردود، وكانت دائما حكومة إسرائيل ترفض ما تقوله الولايات المتحدة، هي تقول أنها هي المسؤولة وهي يعني تتمتع بالأهلية لكي توجه الرد، ولكن على ما يبدو حتى هذه اللحظة لم تلتزم الحكومة الإسرائيلية بما كانت يعني تشير به عليها إدارة جو بايدن. ولكن كما قلنا مرة أخرى، موقع أكسيوس يقول أنه هناك دوي عدد من الانفجارات القوية في العاصمة الإيران كما أشار قبل لحظات، وأنا أقرأ من أمامي في هذا الموقع أنا حسب ما ذكره وحسب ما قالته وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية. نعم، إذا كانت إسرائيل مدعومة ومؤيدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فإن إيران هي الأخرى مدعومة بثلاث دول كبرى هي روسيا الصين وكذلك كوريا، فكيف سيكون شكل الصراع؟ الأمر الآن أصبح ليس إسرائيل وإيران وإنما دول كبيرة تتصارع من أجل كسر القطبية العالمية. هل الصورة بهذا الشكل أم أن الأمر فقط لا يتعدى مواجهات ومناوشات ما بين طرفين أصيلين في المعركة، أو ربما واجهتين لصراع في المعركة هم إسرائيل وإيران؟ هو بالفعل مواجهة بين المعسكرين، معسكر الذي ربما يكون هو إيران طرف مع الصين وكوريا الشمالية وروسيا، ولكن هناك مصالح تراعيها الصين وروسيا في مسألة الدعم المباشر لإيران من خلال تسليحها بأسلحة أو الدفاع عنها، ربما لأنه لا يوجد هناك حلف مشترك استراتيجي بين الصين وإيران إلا حلف اقتصادي، ولكن إسرائيل والولايات المتحدة هي وقعت على تحالف استراتيجي يلزم الولايات المتحدة وحلف الناتو للدفاع أو تزويد الحكومة الإسرائيلية أو إسرائيل بأية احتياجات عسكرية وغطاء سياسي ومالي يساعدها في الدفاع عن نفسها. ولكن أيضا المسألة هنا تتعلق بأنه إيران هي جزء من التحالف الاقتصادي الذي تقيمه مع الصين ومع روسيا ودول أخرى، هي حتى الصين وروسيا لا تريد المواجهة مع الولايات المتحدة ومع الغرب، ولكن إذا ردت إيران مرة أخرى على القصف الذي حصل هذا اليوم من قبل إسرائيل على طهران، ربما تتطور المسألة إلى مرحلة الحرب العالمية التي ربما تتسع في منطقة الشرق الأوسط وكذلك في مناطق أخرى في العالم. من واشنطن أشكرك شكرا جزيلا سيد باسم أبو سمية الكاتب والمحلل السياسي.